ساعدك يا هناك يا فرعون لو اتجوزت بسم الله الرحمن الرحيم كده مهندسة، مهندسة فخامة الاسم، فمش هتبقى محتاج حاجة تانية من الدنيا. عارف مصطلح على الفرازة وبنت زي الكتاب ما بيقول؟ اهو ده معمول مخصوص علشانها هي المهندسة. بعدين اوعى تصدق الاشاعات المغرضة اللي بتتكتب على جروبات الجامعة وبتقول لك ان بنات هندسة دول مثلا مسترجلين ولا مش حلوين ولا لا 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 لا، احلى بنات واكثر انوثة، ده كلام عاري تماما من الصحة، ما تصدقش. المهندسات دول يا فندم ملكات جمال، اه والله زي ما بقولك كده، ملكات جمال من نبت شعرهن لأخمصهن. عارف أخمصهن ولا مش عارفها؟ أخمصهن اللي هو الصباع الصغير ده اللي ممكن تقعد تصوت منه لما تتخبط في كرسي الترابيزة. أهو بنات هندسة بقى الأخمصهن بتاعهن ده عمره ما يتخبط في الترابيزة. ليه؟ لأن كل خطوة عندها بحساب وكل قرار بتاخده بيكون محسوب بالمازورة والملي. فباختصار كده حياتك معها تكون ماشية ايه؟ بالمسطرة، مصروف البيت، خزين المطبخ، فواتيرك، أقساطك، وكل حاجة بالمسطرة. بمناسبة المسطرة هقولك على ميزة رهيبة في مراتك أو في الست المهندسة مش هتلاقيها في أي واحدة تانية. دايما هتلاقي حواجبها الاتنين قد بعض بالظبط، عمرك ما هتلاقي الحاجب على شكل 8 ده مثلا على العين اليمين والحاجب اللي على شكل اللي على العين الشمال شكل السامبوكسة. لا ما عندهمش كده، ما فيش 8 وسامبوكسة او 8 ودائري، لا زي ما كتير بيحصل وزي ما بنشوف عند بنات كتير اليومين دول. لا خدها قاعدة كده، البنت المهندسة بتتعرف من حواجبها، قد بعض وزي بعض مرسومين اخر حلاوة، بتلاقيهم مظبوطين كده وقد بعض بالظبط وبالملي في شكل متناسق انسيابي انبهاري ويسر الناظرين. الله، اقول لك على حاجه كمان هتبهرك، لما ترتبط بمهندسه تطبيقه وتظبيطه هدومك في الدولاب هتبقى منظمه جدا، يعني عمرك ما هتلاقي الهدوم مش متطبقه صح او مش في مكانها المظبوط، والمشكله الازليه بتاعت فين فرده الشراب بتاعي يا مدام مش موجودة عند ست المهندسة، لأنك متجوز مهندسة. الفردتين دايما هيكونوا مع بعض أيا كان لونهم إيه، منقطين، مضلعين، ملونين، هتلاقيهم مع بعض مهندسة. المفاجأة بقى اللي رجالة كتير جدا ما يعرفوهاش، إن الست المهندسة أو البنت اللي بتدرس هندسة حريفة بلاي ستيشن. يعني لو الستات كلها ملهاش في موضوع البلاي ستيشن ده، لازم تشيل منهم كده المهندسة من الحسبة دي خالص تماما، لان دي واحده حياتها كلها عباره عن كباري وتشميس وتكعيب وارتفاع وعمق وعرض، فمش بعيد تشيلك سكور. خلي بالك ده انت لو لعبت معاها جيم كده فيفا هت يعني ممكن تعدهولك كده تقولك يلا خليك انت اللي تكسب المره دي. بعدين مش عايزه افاجئك واقولك الكبيره، الكبيره بقى تعرف يا فرعون يا تاج الراس ان من اهم مميزات مراتك المهندسة أو خطيبتك المهندسة إن لما تيجي تعمل لك أكل أو تعمل لك حلة محشي مش هتلاقي مثلا صباع في ورق العنب اللي بتعمله لك هيطلع مش قد التاني أو مش مظبوط، هتلاقي كده ما شاء الله حلة المحشي مرصوصة رصة هندسية متكاملة الأضلاع والأركان والزوايا والارتفاعات. لا بقى صباع يطلع لك مبعجر ولا مكعبر، ولا تلاقي صباع الرز طالع منه مثلا الرز والحاجات كده لا 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 والله مستحيل الشغل ده لأي كلام ده يطلع من تحت ايد مهندسة ابدا، سواء بتدرس خطيبتك او متجوزها مراتك. انت هتبقى طول ما انت بتاكل عمال تقول الله ينور يا هندسة على شغل الفنادق ده، على الهندسة اللي بتعملها لك على السفرة. بعد كل اللي بقوله لك ده بقى انا راضية ضميرك كده بقى، قولي والنبي هتلاقي فين زوجة فول اوبشن كده زي الزوجة المهندسة؟ فيش. خلي بالك من حاجه كمان، خلي بالك النهارده معايا، ركز، فتح لي ودنك اذنيك. الست المهندسه تعرف تتعامل مع اي راجل واي فرعون مهما كانت صفاته او حياته، زوجه ناجحه بكل المقاييس والارتفاعات والمنحنيات. خلي بالك هي عرفت تتعامل مع السباك والنجار واللي بيرفع مقاسات وبتاع الستاير والاسترجي والمنجد وبتاع المطبخ ابو مواعيد بايظه، كل ده عرفت تتعامل معاه. ومش هتعرف تتعامل معاك انت يا ابو كف رقيق وصغير وعيون فنان محتار،
لا طبعا، هتتعامل ونص وثلاث ارباع، وتظبط اضلاع دنيتها ومثلثات حياتها على زوايا ودواخل وخوارج حياتك. قولا واحدا المهندسة، حاجة أخيرة مهمة، إياك ثم إياك ثم إياك تنادي المهندسة باسمها حاف كده من غير طبقتين حماية. لا مفيش الكلام ده، ما بيمشيش خالص. هي ما درستش وطلع عينيها عشان نقول لها تعالي يا دينا، ولا تعالي يا شيماء. لازم قبل اسمها كمهندسة درست هندسة تحط ميم شرطة، أو مهندسة فلانة متضايق تكتب مهندسة فلانة، اعمل ميم شرطة. لو بتكتب لازم ميم شرطة قبل اسمها. مساء الخير يا ميم هدى، مساء الخير يا ميم دينا، مساء الخير يا ميم إيمان. ميم دي اختصار ايه؟ برافو عليك، مهندسة. ايوه كده، عارف الميم شرطة دي؟ زعلها قوي، هي ما درستش سنين عمرها ومشيت بالبرجل والمسطرة حرف التي على كتفها. يا عيني اللي واحد وقع والتاني واقف عندهم ده، يعني تحس في كتف كده تعب عشان في الاخر نسقف لها. لا يا فندم، دي عشان نقول اسمها بدون طبقتين حماية ما ينفعش، لازم ميم شرطة او مهندسة فلانة، اي مهندسة اسماء كده. مش حاجة اسمها اي اسماء، لا 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 لا، مش مسموح ومش مقبول. واحد يطلع دلوقتي يقول لي المهندسة بتقول انها مهندسة كل 5 دقايق، براحتها يا فندم براحتها، احنا قابلين، احنا قابلين واهلها قابلين. الدكتور وصف لها المهنة 5 مرات في اليوم، نقطة.